إن شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذا البنطلون الرياضي، وذلك باستخدام الباترون الإنجليزي. هنا بالنسبة لي قمت باستخدام فقط بقايا من القماش والحصول على هذا البنطلون بهذا الشكل. بالنسبة لدرس الباترون الإنجليزي، هكذا راح يصير شكل الباترون بالنسبة للخلف بالأسود، بينما الأحمر يمثل الأمام. من كتاب ميتريك بارن كارين فور وومنز وير، راح أقوم بالاستعانة بالجدول وإنجاز الدرس الخاص بالبنطلون الرياضي البسيط. قمت بأخذ المقاسات من الجدول. البداية ستكون من خط الخصر. راح أقوم برسم زاوية قائمة وترك مسافة 5 سنتيمات في الأعلى بهذا الشكل في منتصف الباترون، ثم رسم زاوية قائمة بهذا الشكل النقطة 0. من الجدول Body Rise 28، سأضيف سنتيم واحد حق الارتياح 29 ابتداء من النقطة 0. راح أقوم بتحديد 29 النقطة 1، ثم رسم زاوية قائمة بهذا الشكل. Waist to hip أي طول الأوراق بالنسبة لي دائما من الجدول 20.6. راح أقوم بحسابها ابتداء من النقطة 0 وتحديد النقطة 2 ورسم زاوية قائمة بهذا الشكل. لتصير الصورة أوضح، راح أقوم بقلب الباترون بهذا الشكل. راح أقوم بالاشتغال بشكل طولي بهذه الطريقة. راح أقوم بتطويل هذا الخط لتحديد الطول الكلي للبنطلون. دائما من الجدول الطول الكلي بالنسبة لي هو 104. ثم رسم زاوية قائمة النقطة 3 لتحديد خط الركبة. هذا الباترون مصغر أي الرقم 4، راح أقوم بحساب هذه المسافة 1-3 بهذا الشكل. وجدت 75.2. راح أقوم بحذف 5 سنتيمات أي 32.5. راح أقوم تحديدها ابتداء من النقطة 1 هنا مكان الركبة الرقم 4، ثم راح أقوم برسم زاوية قائمة. الآن راح أقوم بقلب الباترون مرة أخرى والاشتغال على الجزء العلوي حتى تصير الصورة أوضح. محيط الأوراق 98 تقسيم 12، راح أقوم بإضافة 2 سنتيم تقريبا، الناتج هو 10 سنتيمات. راح أقوم بحسابها ابتداء من النقطة 1. ثم رسم زاوية قائمة بهذا الشكل وتحديد النقط 5، 6، و7. محيط الأوراق 98 تقسيم 4 زائد سنتيم واحد حق الارتياح، راح أقوم تحديدها ابتداء من النقطة 6 وتحديد النقطة 8. محيط الأوراق
وتسعون تقسيم 16 زائد سنتيم واحد، أي 7 سنتيمات. راح أقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 5. النقطة 9. من النقطة 7 راح أقوم بالدخول بسنتيم واحد وتحديد النقطة 10. بالكاف راح أقوم بإيصال النقطة 10، 6، و9 بهذا الشكل. على خط الخصر محيط الخصر بالنسبة لي 76 تقسيم 4 زائد 5 سنتيمات، أي 24. راح أقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 10 وتحديد النقطة 11. راح أقوم بإيصال النقطة 11 من نقطة 8 بالكيرف. في أسفل الباترون الطول الكلي الآن راح أقوم برسم عدد جزء من البنطلون. دائما من الجدول تم إعطائي نصف دوران الرجل 22 تقسيم 2 11 ناقص 0.5، أي 10.5 ابتداء من النقطة 3 وتحديد النقطة 12. راح أقوم بإيصال النقطة 12 بالنقطة 8 بخط مستقيم. نفس المسافة 10.5، هنا النقطة 13 وهذه النقطة 14. نفس المسافة كذلك النقطة 4، 13 في الجهة المقابلة، النقطة 15 بخط مستقيم أصيل النقطتين. بالكاف راح أقوم بإيصال النقطة 9 بالنقطة 15. هذا الباترون يمثل لي الأمام. المسافة 5.1 راح أقوم بتقسيمها على 4. قمت بالحصول على 2.5 ابتداء من النقطة 5. راح أقوم بحساب 2.5 وتحديد النقطة 16. من النقطة 16 راح أقوم برسم زاوية قائمة وتحديد النقطة 17 والنقطة 18. المسافة 16-18 راح أقوم بتحديد المنتصف النقطة 19. من النقطة 18 راح أقوم بتحديد 2 سنتيم النقطة 20 ثم الصعود ب 2 سنتيم النقطة 21. محيط الخصر 76 تقسيم 4 زائد 6 سنتيمات، راح أقوم بحسابها ابتداء من النقطة 20. النقطة 22 راح أقوم بإيصال النقطة 22 ب21 بخط مستقيم بهذا الشكل. المسافة 5-9 راح أقوم تقسمها على 2 ثم وضع نفس المسافة ابتداء من النقطة 9 وتحديد النقطة 23.
من النقطة 23 راح أقوم بالنزول ب0.5 وتحديد النقطة 24. بالكيرف راح أقوم بإيصال النقطة 24، النقطة 19 والنقطة 21. محيط الأوراق تقسيم 4 زائد 2، الناتج هو 26.5. راح أقوم بحسابها ابتداء من النقطة 17 بهذا الشكل وتحديد النقطة 25. بالكيرف راح أقوم بإيصال النقطة 25 بالنقطة 22. من النقطة 13 راح أقوم بتحديد سنتيم واحد، نقطة 26. راح أقوم بإيصال النقطة 26 ب25 بخط مستقيم. من النقطة 12 كذلك راح أقوم بتحديد سنتيم واحد، النقطة 27 رسم خط مستقيم بهذا الشكل. كذلك تحديد سنتيم واحد على طرفي النقطة 15 والنقطة 14 ورسم خط مستقيم. بالكيرف راح أقوم بإيصال النقطة 29 بالنقطة 24 بهذا الشكل. هذا الباترون خاص بالخلف على ورق جديد. راح أقوم بنسخ الباترون الخاص بالخلف وكذلك الباترون الخاص بالأمام. هكذا يصير شكل الباترون الخاص بالخلف، وهذا خاص بالأمام. دائما مترك بارن كارين فور وومنز وير. على مستوى الأوراق راح أقوم برسم خط الأوراق على ورق الباترون. راح أقوم بقص هذا الخط وترك فقط نصف سنتيم بهذا الشكل. راح أقوم بوضع ورق باترون جديد حتى أضيف مسافة حق الارتياح في البنطلون من الخلف. المسافة ستكون 2.5 بهذا الشكل. ثم تثبيت هذا الجزء. راح أقوم كذلك بإضافة ورق باترون على هذا المستوى
لإعادة رسم حردة السروال من جديد. بهذا الشكل، هذه هي الزيادة في السروال من الخلف. بالنسبة لي يكفيني متر وربع لتفصيل البنطلون. وضع الخلف بهذا الشكل، ثم وضع الأمام في الجهة المقابلة. يمكن وضع البنطلون الأمام بهذا الشكل إذا كانت المسافة كافية في عرض القماش. لاحظوا معي لتثبيت الخلف والأمام عدم وجود مسافة حق الخياطة، أي يجب قلب البطخون الخاص في الأمام بهذا الشكل. بالنسبة للطول القماش هو 1.25 متر. بالنسبة لي سأقوم بتفصيل البنطلون من بقايا القماش بهذا الشكل. راح أقوم بتصحيح شكل هذه القطع برسم خط مستقيم بهذا الشكل، ثم قص هذا الجزء. نفس العملية على باقي القطع. عند وضع القطعتين مع بعض، هنا عندي لونين مختلفين، يصبح شكل القطعة بهذا الشكل. يمكن كذلك استخدام هذا النوع من القاطع، هو يسرع عملية قص القماش بشكل سريع وسهل. قمت بقص جميع القطع. الآن راح أقوم بترتيب شكل القماش بهذا الشكل. هنا مكان الخياطة على 0.5 سنتيم. راح أقوم بنفس العملية على باقي القطع. هكذا يصير شكل القطع عند الخياطة. الآن راح أقوم بوضع القطع بهذا الشكل. يمكن ترتيب هذه القطع بهذه الطريقة، ثم الخياطة مرة أخرى على 0.5 سنتيم بهذا الشكل، والاستمرار بنفس العملية. بالنسبة لي راح أقوم بوضع قطعة قماش أخرى بين هاتين القطعتين بهذا الشكل، ثم الخياطة ستكون على 0.5 سنتيم. هكذا يصير شكل القطع عند الخياطة. قمت بعمل 4 أجزاء، جزئين للأمام وجزئين للخلف. القطعة الأولى راح أقوم بقلب القطعة الثانية بهذا الشكل. ثم وضع البطخون الخاص بالخلف بهذه الطريقة. راح أقوم بترك 1 سنتيم وقص
القماش بهذا الشكل. راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للبنطلون الخاص بالأمام. هكذا يصير شكل البنطلون الخاص بالأمام والخلف. الخياطة ستكون على حردة الأمام وكذلك حردة الخلف. هكذا يصير شكل حردة الأمام عند الخياطة، وهذا بالنسبة للخلف. الآن راح أقوم بوضع القطعتين الأمام والخلف مع بعض بهذا الشكل. ثم التثبيت بالدبابيس بهذه الطريقة. ثم راح أقوم بالخياطة على سنتيم واحد. هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. هنا وجه القماش. الآن راح أقوم بتثبيت هذا المكان مع بعض بهذا الشكل بالدبابيس ثم الخياطة دائما على سنتيم واحد. هكذا يصير شكل البنطلون عند الخياطة الجوانب. هنا داخل القطعة الأمام والخلف، وهنا وجه القطعة. بهذه الطريقة أتمكن من استغلال بقايا القماش واستعمال لتفصيل ملابس للمنزل. بالنسبة لكيفية تثبيت الشريط المطاطي أو اللاستيك، راح أقوم بأخذ محيط الرجل ثم ترك سنتيم واحد بهذه الطريقة والخياطة على سنتيم واحد. أي أسفل الرجل ستكون بهذا الشكل. راح أقوم أولا بتحديد المنتصف في الشريط المطاطي أو اللاستيك،
أي سيكون في نصف بهذا الشكل والتثبيت بالدبوس بهذه الطريقة. ثم البداية ستكون من الجهة المقابلة بهذه الطريقة مع السحب عند الخياطة بهذا الشكل. الخياطة وسحب الشريط بهذا الشكل. هكذا صير شكل القطعة عند الخياطة. لاحظ معي، الآن راح أقوم بطي نفس المسافة قياس شريط البطاطي أو اللاستيك بهذه الطريقة، والخياطة مرة أخرى على نصف سنتيم بهذا الشكل دائما مع سحب أو جر القطعة. الخياطة ستكون بهذا الشكل على نصف سنتيم. هكذا يصير الشكل النهائي للرجل. يمكن عمل نفس العملية بالنسبة للرجل وكذلك على مستوى الحزام. هنا راح أقوم بإعطائكم طريقة أخرى لإنجاز نفس العملية، لكن هذه المرة ستكون البداية بخياطة شريط اللاستيك بشكل دائرة بهذه الطريقة، ثم راح أقوم بالطي وترك سنتيم واحد بهذا الشكل والخياطة بهذه الطريقة، أي عدم الخياطة على اللاستيك وإنما فقط على القماش. كلتا الطريقتين صحيحة. هكذا يصير الشكل النهائي عند الخياطة. نفس النتيجة بالنسبة للطريقتين. راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للحزام. وهكذا يصير شكل الحزام عند الخياطة. وهكذا يصير الشكل النهائي لهذا البنطلون الذي قمت فقط باستخدام بقايا الأقمشة.